ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليك، وبركاته. كيفك أخ مصطفى؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسعدك، شو أخبارك؟ طمنا عنك. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أبدأ بنقطة. أنا الأسبوع الماضي ارتبكت شوي، جاني تلفون وأنا بحكي معك فتقطعت حبل الأفكار. في عندي نقطتين. أول شيء بدي أروي قصة بلكي تفيد معظم الناس، لانه انا قلت لك قبل هيك، انا حكيت لك انه انا كنت يعني جاني عرض عمل في ببريطانيا ورفضته طبعا. الحمد لله. التفكير ملي طبعا، شكر لك بصراحه، يعني انت شجعتني على الموضوع، فهمت علي؟ انا كان صار لي متابعك سنه تقريبا، فشجعتني على رفضه. يعني انا بس انت مقتنع من داخلك، ولا مجرد يعني انك انت بتتابع؟ ما هو يمكن انا انا كلامي غلط، يمكن انا كلامي غلط، لازم تكون انت انا بدي مقتنع من افهمك داخلك ليش من صدق هذه انا بدي المعلومات وقصص الناس. يعني انا بدي اروي لك القصه اللي صارت معي يا سيدي. انا ب 2015 كنت متخرج جديد من الجامعه. حلو، فبتعرف احنا ايامها كنا فاهمين انه الغرب ما شاء الله اوروبا، كلنا والله. وحاولت يعني طلبين هجره، مش هجره، حتى حاولت حتى الف وادور، فهمت علي؟ اللي هو اطلع كرت زياره او اذن زياره، فيزا زياره يعني لامريكا او لاوروبا. يعني مشكلتهم بدفعوك فلوس حق الاستماره ومبلغ ضخم بالاردن. انا بدي اروي للمستمعين عشان ما يحاولوا، والله نصيحه لا يحاولوا. بدفعوك 400 دينار اردني حق فقط الاستماره، انك تقدم الطلب. هاي لسه بس تقديم الطلب، فهمت علي؟ يعني رفضت ولا قبلوك ما راح تسترجع الفلوس. عندي تعقيب على هذه فهمت علي؟ النقطة بعد ما تخلص مداخلتك، فكرني وقول لي ايه تعقيبك عليها، اتفضل. حاضرين. اللهم صل على سيدنا عليه محمد. الصلاة انا والسلام. قدمت طلبين لامريكا، وكان لانه بصراحه في انا معظم اقاربي خارج البلاد، معظمهم يعني اقاربي من جهه والدي، يعني عمامي وابناء عمامي معظمهم خارج البلاد، فهمت علي؟ فواحد من اخواننا يعني اولاد العم في كندا بحكي لي يا صلاح تعال، وهو اللي شجعني اول ما تخرجت، توكل على الله وتعال عنا. وفي عادي احنا زمان دخلنا المطارات وزتينا الجواز عشان نتلاعب على عشان يعطوني الهجره، فهمت علي؟ او اللجوء او ايا يكن كانت المسمى. فشد يعني زاد من همتي للموضوع، فدخلنا على القنصليه وقدمنا الطلبات واعطوني مواعيد للمقابلات بعد ما دفعنا 400 دينار حق الاستماره الاولى هاي. بعديها كمان رفضوني اول مره، ثاني مره برضو رفضت، يعني 800 دينار اردني فقط سعر الاستمارات فقط لا غير. طبعا قبليها اخذنا كورسات باللغه الانجليزيه اسمها ايلتس، اذا معروف. عمرك سامع فيها. معروف نعم. كورسات ايوه. فكنا ماخذينها هاي عشان نقدر نقدم الطلب من الاساس، فهمت علي؟ يعني هون ضيعت انا بما يعادل تقريبا 1500 اردني، هذا فقط ومرفوض لسه. 1500 دورة اردني ده الأي... اللي هو اكتر من الدولار مخلص. بكتير صح؟ اكتر من 1500 دولار. يعني تقريبا 1700 دولار تقريبا تمام في الحدود. مشت الايام وخلص انا فقدت الامل، يعني حتى الملاعبات تبعت اخونا اللي كان في كندا، وهو ما زال هناك يعني، كان يحكي لي تعالوا هون العيشه احسن والدخل عالي وبتشتري لك بيت ومن هالحكي هذا. قلنا ما شاء الله. طبعا بعديها ظل يشد علي، فدخلنا بطريقه ثانيه. شوف انا بدي اقول لك يعني بال 2016 حاولت طريقه ثانيه انه اقدم، انه اكمل دراستي او الماجستير تبعي في جامعة في كندا. حلو، شوف الفلوس اللي ضيعناها، لا حول ولا قوة بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. على العموم قدمنا لجامعة في كندا في تورنتو. حكوا لنا أول إشي لازم تعيد مواد وكذا، لأنه أنت يعني شهادتك من الدول العربية فلازم تعادل بما معناها معادلة عندنا باللغة العربية، فهمت علي؟ أو بدولنا مفهوم تعادل بشهادتك عشان أيوة عشان تقدر تكمل الماجستير. فحكينا أوكي شو المعادلة، شو المطلوب مني؟ طلبوا مني صورة عن شهادة أو شهادة الجامعية اللي بكون فيها كل المواد، فهمت علي؟ بالتفصيل كل فصل شو أخذت، كل فصل شو أخذت.
بعثت لهم اياها. طبعا هذا كله بفلوس، تبعثها بفيدكس الاصليه لازم تبعث. حلو، يعني كل بعثه تقريبا متكلفه 35 دينار اردني مينيمو. حلو، بعثنا الاوراق رجعوا لنا بانه موافقين، بس اعطونا سعر معين ولازم اعادل بما يعادل نص الساعات اللي درستها في الجامعه. تخيل، قلنا طيب ايش المطلوب مني؟ طلبوا مني فقط دفعه اولى لفصل اول و23 ساعه، تخيل، طلبوا مني بما يعادل تقريبا 27,000 دينار اردني سعر الفصل. يا راجل، سعر الفصل. والله. طيب. والله، واسأل الشباب اللي بكندا او ايا يكن يعني. طيب، خش على الخلاصه بقى. حلو. عايزك تقول الخلاصه. انا بدي اكمل لك على السريع، معلش القصه سريعه. انا عشان الاخوان راح يسووا زيي يا استاذ مصطفى، في اخوان راح يسووا زيي، انا عارف شو اللي راح يصير فيهم. انا بس بحكي لهم عشان هم راح يعرفوا شو الاجراءات. انا ليش بروي بالاجراءات؟ لانهم هم حاليا اظن يواجهون هاي الاجراءات. حلو. طلبوا مني دفعه اوليه $1,200 $1,200 كندي، $1,200 كندي، والباقي يقسطونها علي على انه كل شهر ادفع مبلغ. حتى لو كملت معهم عادي بقدر ادفعها لمدة سنتين ثلاث، فهمت علي؟ يعني هم كتسهيلات وزيادة. مع الأسف في كانت نسبة شو فائدة، أعوذ بالله، انا رفضت. فانا رفضت لما حكيت لهم، حكوا لي لا، اذا هيك بتدفع مبلغ كامل مرة واحدة. فانا خلص وانا داخل عشان اتلاعب، كنت ناوي يعني اخذ هالفيزا ومش ناوي ادخل اصلا الجامعه من الاساس. دفعت المبلغ للجامعه، طلعوا لي شهاده يعني انه خلص نجح التسجيل، وحجزت في سكن للطلاب. كل هذا دفعته مبلغ كاش، اندفع، حجزت المبلغ للطلاب، رحت على السفاره الكنديه، طلب برضه دفعوني استماره $350 كندي. يا راجل بالاردن ده انت معك فلوس كتير بقى يا عم، اللهم لا حسد يا عم. خلص الاهل كانوا داعميننا. ومع الاسف يعني الاهل، كنت لسه اقول لك مع الاسف الاهل. والله كانت ورثه من ابوي الله يرحمه، توفى واحنا صغار يعني اطفال. الله يرحمه. خلص يعني نصيب، الله يرحمه، الله يرحمه. على العموم خلص ضيعنا الفلوس، بالاخير رحنا على الكنديه ورفضوا. تخيل، رفضوا، ضيعنا كل الفلوس على الفاضي. مرقت الايام ورحنا دراهينا، اشتغلنا بالكويت الحمد لله. طلعت على فرنسا، طلعت اللي يعني كنا نطلع بوظيفتي، انا مطلوب مني اطلع عشان نجيب منتجات لشركتنا. طلعنا على فرنسا، شوف المعاملة النجسة بالمطارات، اقسم بالله اوسخ معاملة اشوفها في حياتي. وانا نزلت درست في مصر، تخيل مقارنتها في مصر، انهد مصر جنة. مطار مصر جنة بالنسبة لفرنسا. انت رحت مصر؟ بآيات الله، عم بقول لك. انا درست في مصر 4 سنين. طيب، حلو. حلو، فمطار مصر جنة، حتى انا بقول لك بالتعامل، مو بالمنظر، المناظر طبعا عندهم ما شاء الله، المطارات يعني زي مطارات الاردن، زي مطار دبي، فاهم علي؟ ما شاء الله مطاراتهم حلوة، بس مطار مصر زي كمعاملة اقسم في الشكل، مطار مصر مش زيك، مش قد كده. نعم، انا بقول لك يعني على الزمانات، انت المعامله، انت بتتكلم على اهم شيء المعامله، مش الشكل بالدرجه الاولى. ما بين المناظر. رحنا على فرنسا، طبعا كان مطلوب منا نروح على فرنسا احنا والمدير العام تبع الشركه، طلعنا معه معامله ازفت من، طبعا كنا بزنس كلاس، تخيل يا استاذ مصطفى، طبعا حساب الشركه، كنا بزنس كلاس، وشوف المعامله السيئه، أسوأ ما يكون، يحطونا يوقفونا على جنب، يفتشونا الأواعي، يفتشونا الشنط حتى الظاهر، يطلعونا بالملي الإبر، طلعوها، أنت فهمت علي؟ كل شيء أخرونا ساعتين فقط في المطار تفتيش. مشت الأيام ورجعنا كمان مرة على فرنسا، ردوا عادوا يعني. إحنا كنا يعني رحنا مرتين على فرنسا، رحنا برضو على بريطانيا نفس المعاملة. يا عم شو المعاملة تبعت العرب؟ مش طبيعية. أنجاز حسبي الله فيكم. اجتنا الايام، اجانا عرض عمل على بريطانيا، كنت طبعا انا صار لي فتره بسمع لك، حكيت لا والله لو يدفعوا لي، رغم انه المبلغ اضعاف من اللي باخذه انا، خلاص. بس انا بحكي هاي قصتي عشان الاخوان اللي بيحاولوا، والله راح تضيعوا فلوسكم وراح تضيعوا. طيب. كل شيء تحويشه. طيب. انا تحويشه يعني تحويشه الكاش اللي كانت عندنا ضيعتها محاوله. طيب. فقط، هذا لسه
طيب انا بس عايز اقول لك على حاجه، عشان في اخ كان بعت لي وطلب مني اتكلم في الموضوع ده. كل سنه الولايات المتحده الامريكيه ودول الغرب بتفتح فيز كده معينه، يعني بتدي كده بتفتح حاجات كده، يعني هذه الاشياء الارقام اللي بيسافروا، يعني لو مثلا امريكا قبلت 1000 واحد 2000 واحد 200 واحد 500 واحد، هؤلاء لا شيء مقابل الأموال اللي جمعتها أمريكا في الطلبات الأخرى، يعني الطلبات $100 ولا $50 ولا بتجمع مليارات، بتجمع أمريكا. وكذلك الفيزا الشنغن الأوروبية، كان في أحد الإخوة من المغرب بعت لي كده زي مش فاكر خبر، 70% أو 80% من طلبات الفيزا الشنغن مرفوضة والمال لا يسترد. هذا الكلام هو قاله لي، لا يسترد، وهذا مبلغ مبلغ طبع. مبلغ ضخم جدا يا جماعة، احنا بنتكلم على مبلغ يعني ضخم. يعني مبلغ كبير جدا جدا، يعني مبلغ مش ألف، يعني بيجمعوا مليارات المليارات. وللأسف الشديد الشباب مش منتبهين لهذه النقطة، انه انتوا بتدفعوا لهم اموال وهم بياخدوا عدد قليل جدا، يعني هم بياخدوا عدد قليل. هذه تجاره، سفارات اوروبا في بلادنا العربيه صدقوني هي اصلا تجاره لسرقه اموال الشباب، والله فعلا. انا بدي اقول لك كمان، يعني شفت انت اللي هسه الموضوع اللي فتحته، كانت ايام ما قدمت اللي هي الامريكا، يوم ما قدمت لها كانت أيام فتحين إشي اسمه فيزا لوتري أو إشي زي هيك، فهمت علي؟ يعني زي كأنه يا نصيب، تخيل، أو هيك هم مسمينها، بس هي مش يا نصيب، أنت بتدفع فلوس حق الطلب تبعك أنه بطلع لك هجرة. هاي هي هذا المبلغ اللي حكيت لك عليه هو ثمن الطلب، ونرفض مرتين. أوكي؟ هذا للإخوان اللي مفكرين أنه الموضوع زي هيك وبسيطة وأنه حاول وممكن تضبط معه، والله 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 راح يخلوك تأخذ كورسات، والقنصلية البريطانية هي اللي بتعطيك الكورسات، متفقين بين بعض. الآيلتس ما بتقدر تأخذها غير بالقنصلية البريطانية، نعم. والتوفل ما بتقدر تأخذها غير بالقنصلية الأمريكية. وصلت الفكرة، وأنا أتمنى الإخوة والأخوات قبل أن يتقدموا بهذه الرحلة، رحلة الدراسة وهذا الكلام، أن يبحثوا عن جامعات في دول عربية وإسلامية، يروحوا يدرسوا في تركيا، في إندونيسيا، في ماليزيا، يدرسوا في الأردن. والله في ناس يقولون في مصر حتى، في يعني يا جماعة سيبكم، هذا وهم الغرب، هذا وهم. وأنا أعرف والله أخي، اتصلت بي أخت ولكنها رفضت للأسف أنها تتداخل معانا، قالت لي تعال شوف حال الطلاب اللي جم من بلدهم ودفعوا دم قلبهم، والآن يعملون في البوفيهات والأشياء هذه حتى يسدوا مصاريف المدارس، وبعضهم الآن صار يشرب مخدرات، وأهلهم مفكرين وراح يجيب الشهادة الكبرى، وغالبا دول مش هيرجعوا مرة أخرى. يعني القضية يا جماعة والله أخطر، لأنه في ربا وفي ربا وفي سرقة وفي أشياء كثيرة. تفضل أخي. آخر نقطة معلش للإخوان، أنا مو قصدي فقط يا أخ مصطفى، هي مش شغل الدراسة الموضوع، أنا كنت في يعني طالع يعني بحجة الدراسة، بس أنا مو طالع للدراسة، كنت ناوي كنت يعني هجرة بمعنى آخر. صحيح، نعم، وصلت الفكرة. عليك نور يعني، الله نجاك. وتكميل بس معلش، زيارتي في أوروبا بصراحة بالذات فرنسا، للأمانة أنا كنت في باريس، إنه أوسخ عاصمة دخلت في حياتي، يعني الدول العربية جنة، أقسم بالله جنة. أنا ما بعرف ليش الناس بيحكوا عنها مدينة الأضواء، زبالة في كل مكان، انسرقت مرة هناك واحد نشلني، يعني ما بعرف ليش الناس بتفاخموا بالأوروبا، ليش متمسكين فيها لهالدرجة. نعم. المناظر اللي هناك أقسم بالله ما بعرف، هناك بيحكوا لك كيف في مسلمين، أنا بس يعني استغفر الله ما بعرف كيف، بس خلص يلا أنا متأسف على الإطالة والله، فقط لأفيد الناس. جزاك الله خيرا أخي الكريم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، وشكرا لك على هذه النصائح، شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنا اتصال آخر.